مظلومة ولا كنت مقصرين؟ لا مش موضوع ظلم، بصي المرحلة صعبة قوي، وكل الوزراء كانوا بيموتوا روحهم، وكل الوزراء كانوا عايزين ينجزوا، الوضع صعب بس كده يعني. طب ايه اللي هيفرق بالنسبه لحكومه الدكتور حازم بلاوي والمهندس ابراهيم محلب والوضع لسه صعب وبرده ملفات كتيره وبرده الوقت قليل؟ انه يمكن الوضع الامني اتحسن كتير، يعني ما بقيناش في حالة حرب ومش هنفض رابعة وحاجات كده، فالوضع الامني اتحسن كمان. الوزارات على فكرة، الوزراء الموجودين اللي هيستمروا واللي مشوا عملوا حاجات، حطونا على بداية الطريق بشكل انه نقدر ننطلق منه، فمش ان كنا قاعدين كده متسمرين مش قادرين نعمل حاجة، لا يعني وزارة التخطيط بعتت لنا نظام جديد تماما في طريقة التخطيط، فكلنا بنتبع النظام بتفاوت في درجات الإتقان يعني، بس أهو في حاجة جديدة حصلت وهكذا.